يا شهر الرحمة والغفران، يا شهر الخير والإيمان، نصومك طاعة للديان. يا رمضان أهلا. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام، وكل عام وأنتم بخير مع مسابقة شركة ميليليوم جروب الرمضانية. ميليليوم جروب، مجمع أبو طريف والزغل. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: ما هو الحيوان الذي يصاب بالحصبة كالإنسان؟ مرة أخرى، ما هو الحيوان الذي يصاب بالحصبة كالإنسان؟ نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. يا شهر الرحمة والغفران، يا شهر الخير والإيمان، نصومك طاعة للديان. يا رمضان أهلا.